احنا اليوم في المركز الثقافي لعين حروده تخليدا للذكرى ديالو، وذلك في حفل تأبيني نظمه اصدقاء المرحوم ورفقاء دربه، وكذلك الناس ديال جمعيه الارتقاء اللي كنشكرهم بهذه المناسبه، كنشكرهم على هذه الالتفاته لهذه الحفلات التأبينيه والتكريميه، فهي خير عزاء صراحه، خير عزاء، وكتكون صراحه بردا وسلاما على عائله المرحوم اللي الفراق ديالو كان فراق صعب، فراق اللي ما تقبلناه زعما بالسهوله، ولكن بحال مثل هذه المناسبات وهذه المبادرات هذه فصراحه تخفف من حده الفراق. الاب ديالي رحمه الله، هذه المبادرات ان دلت على شيء فانها تدل على المكانه ديال المرحوم، لا في المنطقه، لا من خلال المناصب اللي تقلدها، لا من خلال الاعمال التطوعيه اللي كانت يقوم فيها، وذلك لخدمه الساكنه وخدمه الناس من اجل توعيتهم، من اجل ان يحصلوا على حقوقهم والحصول على الخدمات الاساسيه والوجه اليها. فرحم الله الفقيد وجزا الله سبحانه وتعالى الناس والاصدقاء ديالو خير الجزاء، وشكرا. أول ترشيح لي كان في المنطقة ونجحت مع باسم الاتحاد الشراكي في 1997، وكان معايا الحسين إفقير، هو كنا بجوج حنا اللي نجحنا في هاد الدائرة ديال البلدية ديال عين حرودة، ولأول مرة في تاريخ عين حرودة اليسار كان تمكن بأنه باش يطلع 8 الأعضاء، جوج في البلدية وستة في الشلالات، والحقيقة كانت تجربة فريدة من نوعها، يعني كنحظاو باحترام الجميع، احترام الأغلبية واحترام السلطات. علاش؟ بور لا سامبل شوز، ماشي لحاجة كثيرة، لأنه كاع مطالبنا والهاجس ديالنا هو تنمية المنطقة، فما كانش شي واحد اللي يقدر يتعرض لينا، ما كانوا إلا يساندونا. ودازت فترة يعني جد 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 غنية، وخاصة بأنه اللي طلعوا بحال الحسين إفقير رحمه الله، يعني معروف بالاستقامة ديالو، ومعروف بسميتو كان عبدو مبادئ سي ناس كلاف دي سي برانسيب، وباقانو بحال باقانو بحال حسن بحر، هادو ناس كلهم ناس اهل الثقه ويستحقون الثقه. ودرنا شي حوايج اللي ما عنديش الوقت باش نقولهم لكم، درنا شي حوايج اللي مزيانين للمنطقه، ولكن يا للاسف مع ديكوباج ادمنستراتيف، مع التقسيم الاداري، ما بقيناش تابعين للبرنوصي، تبعنا للمحمديه، طرات شويه ديال الارتباك، وما ما 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 ودخلوا واحد النوع جديد للانتخابات، دخلوا راكم كتعرفوا كلشي، دخلوا واحد النوع جديد، حنا كان عندنا نوع هو الاقناع، دخل واحد اسلوب جديد لا داعي لذكره، ماشي هذا، حنا الليله اليوم في التأبين ديال الرجل كله كان يعرفه، ومن غير الناحيه السياسيه ديالو حتى من الناحيه الاجتماعيه، ما ثبت يوما انه مات شي حد او مرض شي حد، وما كانش الفقيه إفقير سميتو، وحنا باقيين صغار، وكان هو خطار، وكان في وسط 17، يعني ماشي في المارشي، وعشنا معاه الحرب ديال 67، لانه كان عنده واحد الراديو كيجر هنا لندن او صوت العرب، وعشنا معاه الحرب ديال 73 مع ضد الكيان الصهيوني، يعني كان مرجعيه لنا، ويستحق كل خير. رجل عرف بتضحياته في منطقة قروية كان الخروج فيها عن ما هو زائد وعن الإجماع، كان يجر كثير من الهم، وقد عانى كثيرا جراء انتمائه السياسي، كان أول الاتحاديين في هذه المنطقة، وكان كاتب أول فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان هو من وراء تأسيس أول فرع الاتحاد الاشتراكي في المنطقة، وكان يتحمل أغلب
المصاريف ديال لكي يستمر هذا الفرع الذي ساهم في تأطير العديد من المواطنين المناضلين سواء من الاتحاد الشراكي أو من خارج الاتحاد الشراكي. وكانت تحضر إليه الكثير من الكوادر الحزبية المعروفة التي كانت تستقطب الكثير من الشباب. كان لي الشرف باش نكون من المنظمين ديال هذا الحفل التأبيني لهذا الأخ اللي فقدناه العزيز علينا، اللي معروف بالنضالات ديالو داخل المنطقة على الصعيد السياسي والنقابي والجمعوي والجماعي. هذا الأخ كان بالنسبة لنا احنا هو النبراس، هو أول كاتب ديال الفرع ديال الاتحاد الاشتراكي، وأول اجتماع عقدناه ما كان عندنا لا مقر لا والو، عقدناه في المحل ديال البيع الخضر والفواكه ديالو. هاد الأخ كان كيمتاز بصفات كثيرة، منها نكران الذات، تضحيات من أجل الجميع، كان يعطي ولا ينتظر أي شيء من أي أحد. وهذه التأبين يعتبر بمثابة اعتراف بالخدمات اللي قدمها لهذه المنطقة. اللهم أريه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. نسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك جميعا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا.